مرحبا بكم أبنائي التلاميذ وبناتي التلميذات في دروس الوحدة السادسة من الموسيقى والأناشيد كتاب المفيد في التربية الفنية المستوى الرابع. عنوان درسنا لهذا اليوم هو أقرأ مدونة موسيقية. الهدفان التعليميان هو أن يستثمر العلامات الموسيقية التي تعرفها السوداء الزفراء والبيضاء نصف البرهة أحادية السن ونصف الزفرة، وأن يرسم أشكال العلامات الموسيقية ويقرأها في مدونة بسيطة. إذن السؤال الأول، إذن الدروس ديال الوحدة السادسة هو استثمار لمجموعة الدروس التي تعرفنا عليها خلال الوحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. إذن أرسل بخط بين شكل كل علامة موسيقية واسمها كما في المثال. إذن هنا أشكال العلامات الموسيقية الصوتية، وهنا أشكال العلامات الموسيقية الصمتية، وهنا أسماءها. إذن هنا السوداء، تابعوا معي جيدا، السوداء السوداء، هذه السوداء وهذه السوداء، هذه البيضاء وهي أيضا البيضاء، هنا أحادية السن وأيضا هذه أحادية السن. بالنسبة للعلامات الموسيقية الصمتية، نصف الزفرة، نصف البرهة والزفرة. أصل بخط بين شكل كل علامات موسيقية والمدة الزمنية التي تستغرقها. إذن هنا أشكال العلامات الموسيقية سواء كانت صوتية أم صمتية، وهنا المدة الزمنية التي تستغرقها. إذن اللون الأحمر هنا يدل على العلامات الصمتية، واللون الأزرق العلامات الصوتية. إذن البيضاء زمنان اثنان، السوداء زمن واحد، أحادية السن نصف زمن، أحادية السن نصف زمن، هنا بالأزرق نصف زمن، نصف البرهة زمنان اثنان، نصف الزفرة نصف زمن، والزفرة زمن واحد. إذن هنا حتى في الرسم ديال هاد الأسماء ديال الأزمنة كيطبقوا فيه القضية ديال الأزمنة، هنا زمن واحد وهنا نصف زمن، زمن زمن. إذن هنا أكتب العلامات الموسيقية، هنا ما عرفتش واش غادي نكتبوا اسم العلامة ولا نوطة العلامة، هنا نكتبوا اسم العلامة الموسيقية. إذن هنا غنديروا هذه البيضاء، البيضاء نصف البرهة، أحادية السن، أحادية السن نصف الزفرة، السوداء السوداء والزفرة. أقرأ مدونة موسيقية بسيطة. إذا لنستمع إلى هذه المدونة الموسيقية. أقرأ مدونة موسيقية بسيطة. لا صول فا فا، لا لا فا صول فا، لا صول صول. إذن أكتب فا صول ولا على المدرج الموسيقي بالعلامات الصوتية وأبدع مقطعا موسيقيا. إذن هنا التلميذ حر في كتابة النوتات فا صول لا بطريقته، وغير هو خصو يحترم مثلا هنا في الزمن ديال القطعة الموسيقية، من الأحسن دير اثنان على أربعة ودير زمنين 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 بحال المثال اللي هنا عندنا الفوق. إذن هنا للتذكير فقط، بخصوص الأناشيد عندنا أغنية يا بلادي عيشي، انطلاقا من العنوان الصورة وما كتب أسفل القصيدة أتوقع صفات الشخصيات أسفلها. إذن الكلمات
علي الحداني، الألحان محمد بن عبد السلام، الغناء محمود الإدريسي. إذن هنا موضوع أولى، نبداو بالصورة رقم واحد. الصورة رقم واحد هو كاتب الكلمات. الصورة رقم اثنان هو ملحن هذه الكلمات. الصورة رقم ثلاثة هو مغني هذه الأغنية. والصورة رقم أربعة هي موضوع هذه الأغنية، يعني أغنية وطنية. إذن الصورة رقم واحد هي للكلمات علي الحداني، الصورة الثانية للألحان محمد بن عبد السلام، والصورة الثالثة الغناء محمود الإدريسي. قلنا رابعا هي موضوع الأغنية، اللي هي أغنية وطنية. عيشي عيشي يا بلادي عيشي، عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير. عيشي عيشي يا بلادي عيشي، يا أم كريمة فايضة بالجود بالجود وبالخير. هذه مكتوبة بالدارجة العامية. نوصف محاسن لله مكمولة الوصاف، حروسة محروسة فاح منك مسك وعابير. وانتي راحت روح كل منظار وشم هواك، واسمع بيك الطير كيسبح باسم القدير. دق العيد ألا لا في بالك صحة القلوب، ولقاها مازال في حب الوطن تدوب. وتبارك وتبارك جهاده وما حقق من أعمال سيدنا، وتمجد خطوات سيدنا الملك المحبوب. تدعي له بالتوفيق والرضا وحسن التدبير حتى يتحقق الرجاء والقصد المطلوب. إذن تقدروا تسمعوا له في اليوتيوب. إذن الصفحة الموالية، ولاحظوا الصورة لفرقة موسيقية وأذكر مما تتكون، ثم أصل كل عنصر بما يقوم به. إذن موسيقيون يعزفون على آلات موسيقية مختلفة. قائد الفرقة يسير الفرقة. مجموعة صوتية تنشد وتغني. أتهيأ للغناء بإجراء تمارين التنفس وتسخين الصوت. أغني مع أصدقائي وصديقاتي أغنية يا بلادي عيشي مع ضبط اللحن والإيقاع مصاحبة الأداء بحركات جسدية. أتابعوا أداء أصدقائي وصديقاتي الأغنية وأبدي رأيي في أدائهم. أعيد أداء الأغنية. فداء توجيهات أستاذي وأستاذتي وأراء صديقاتي وأصدقائي. بالنسبة لتقويم الدعم، بحال هذا الجدول الواقي اللي درناه في الوحدة الرابعة، يمكن لكم ترجعوا له ولكن نعوده. إذن شكل العلامة الموسيقية أحادية السن، علامة صوتية نصف برة نصف زمن أعزادي. هنا الزفرة اسمها الزفرة، نوعها علامة صامتية تساوي زمن واحد. هنا نصف الزفرة علامة صامتية نصف زمن. البيضاء علامة صوتية زمنين. هنا نصف البرهق سيكون عنده واحد السطر من التحت. من الأحسن التلاميذ يديفولو واحد السطر من هنا، حيت ملي كيكون السطر من التحت كتسمى نصف البرهة، وإلا كان السطر من الفوق كتسمى البرهة، والبرهة كتساوي أربع أزمنة، وهذه نصف البرهة خصها سطر من التحت. إذن هذه نصف البرهة علامة صمتية مدتها زمنين، والسوداء علامة صوتية مدتها زمن واحد. أصل الصورة بما يناسب. إذن هنا ما كاين حتى شي آلة موسيقية، كاينة فرقة كورالية. إذن غنصل الصورة بكورال. إذن أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من جميع الدروس التي درسناها في جميع الوحدات. نلتقي بحول الله في فرصة قادمة. إلى اللقاء.